بائع الدجاج، وكنهضروا على هذا الشيء ديال الدجاج ديال الغلا اللي واقع دابا، الغلا بزاف. الدجاج كنا كنصبروا 26 درهم 27 درهم، دابا الطريفه ديالو وصلت حتى 33 درهم، وبيبي حتى هو غلا. غير اليوم تزاد تقريبا شي درهم في بيبي، الدجاج حتى هو تزاد في الدجاج عاملين له 60 درهم. المهم الغلا موجود بطبيعه الحال، كنا كنبيعوا كان الحمد لله كانت السلعه رخيصه، اللي كان كيدي جداده كيدي جوج، اللي كيدي نص كيلو ديال ستيكات كيدي كيلو، فهمتي. كان واحد شويه ديال قبل على حسب كتكون الحاجه رخيصه، يا خويا راه يدي واحده كيدي جوج. دابا نبيعوش راه طاح شويه على حسب هذا الغلا، الاغلبيه كيتهرب، اغلبيه ديال الناس دابا كيجيبوا ريساكسيون شحال وكيمشي في حاله، يعني ماشي ماشي في حال قبل. قبل كان كيجي عباد الله وكيساقسي شحال الدجاج كتوصل مع 28 درهم، فهمتي، كيعجبو كيدي من عندك فروج جوج. دابا لا، دابا ملي كيوصل كتقول 33 درهم كيقول لك انا باجي، هذا وإذا كان كيعرفك كيقول لك انا راجع ما كيرجعش. كاين بعض الناس كيقولوا بلي انكم يعني انتم الجزاره اللي كتزيدوا في الثمن. لا لا بالتعب. بالعكس، الجزاره دازت في الثمن ماشي في الصالح ديالو، ديك الساعه باش يهبط الريدو. استكثر بلي انا حنا كنبيعوا الحاجه رخيصه بس كنشبروا الكليان، اما واذا غنزيد انا في السلعه في هذه وفي هذه وفي هذه والو ما كاين حتى شي مشكل. بطبيعه الحال حنا تابعين السوق، حنا دابا يوميا كتجي الطريفه، الطريفه ملي كتجي لنا كنمشيو ليها. دابا مثلا جات جات 30 درهم كنزيد واحد البركه ديالها باش كنبيعو، فهمتي كيفاه؟ كيخبرونا لو ابسط، لو كانوا يعطيونا واحد الطريفه نبيعو بها بالفرح ديالي انا. دابا انا الفرح ديالي الدوله تعمل واحد الطريفه تقول لها باش تباع مزيانه ديال المواطن، المواطن يجي يشوف لك الطريفه راه هي يرتاح، ما يوقعليش انا مشاكل. اما دابا اذا مشاكل شحال اخاي شحال، فهمتي كيفاه؟ هذا هو المشكل. قبل كانوا عاملين الطريفه مزيانه، كانوا كيكوزوا يراقبوا الطريفه مزيانه، اي حاجه يعطيوها لي بالطريفه ديالي نبيعها انا، بحال يعرفوا لي شحال كنشريو. الرساله اللي كنخصنا نوصلوا هي يحاولوا ما امكن يدخلوا في هذه الشهاده ديال الغلا، الغلا راه ما فيه والو. دابا حنا بهذا الغلا درنا كنبيعوا ما كنبيعوا ما كنشريو، بطبيعه الحال والبركه كامله في الرخا، احسن حاجه في الدنيا هي الرخا. دابا مثلا مشي لك الباتيشا 1200 ما كنقربش لينا، فهمتي كيفاش؟ اولا مثلا مشي ديري نص كيلو، حاب لي كتكون رخيصه وحمد الله الحمد لله، ملي كتكون رخيصه كدير جو كيلو، فهمتي الرخا مزيان. دابا حنا اللي كنطلبوا منهم التدخل، والعواشر راهي في الطريق، يشوفوا المشكل ديال الدجاج واللحام، اللحام بزاف 100 درهم وصل دابا، دابا نص كيلو تكفت 60 درهم، نص كيلو ديال اللحام 50 درهم، والدولة تدخل في هاد الشيء هذا وتخلص من عندها وإذا كاين شي درهم ولا جو درهم زايد، ها؟ باش تقنع المواطن. دابا المواطن راه ساخط الوضعيه مره. اسعار اخي شحال نقول لك، الاسعار مرتفعه في كل شيء، في اللحام في الجداد في العلاوه في الحمد الراس كل شيء، نظرا اللي كاين الغلا في المغرب كامل، في السوق كامل، الاسواق في المغرب كامل واقف عليهم هذا الشيء. حتى طنجه ملي كتستورد مثلا من الداخل حتى هي فيها الغلا، كتمشي كتجبر العرض زادت فيه 50000 فرنك كل نهار، كل نهار كتزاد 50000، كل سوق كتزاد 100000. هذا نظرا اللي كاين كتيبه قليله في الحقيقه، هي هذه كتيبه قليله في المغرب بزاف. نطلبوا الله تعالى الدوله هي قالت لك عاد تدخل السلعه ويكون الخير موجود ان شاء الله، الشيء اللي كاين. اما الحاجه خايب البارح الحاجه كانت 27 درهم دابا كتصبح 30 درهم، الحمد لله البارح هي ب 40 درهم دابا 50 درهم. حنا كنمشيو للسوق كنتفاجئوا والله العظيم الا كنتفاجئوا بشي اثمنه اللي ما عمرنا ما شفناها، ونظرا نبقاو جالسين ولا نشدوا ما نشدوش، ولكن الناس كتغوت كيقول لك لا براه حنا كنشري مع عندك العلاوه ب 2000 فرنك دابا 30 درهم اولاد، ولكن كاليتي الحاجه مزيان. اما كاين العلاوه عاود طايحه تماما، كاين الحاجه اللي فتشت عليها تجبر، جبرتي الحاجه مزيانه كتشريها، كاين نادم ما كيعرفش كتقول له هذه ب 25 درهم ولا 30 درهم كيقول لك راه هي 2000 فرنك، ولكن كيدي جوده، الجوده في السوق بالثمن ديالها هنايا اولا في المارشي الكبير اللي كنسوقوا منه حنايا. نظرا اللي كنشريو حاجه بالثمن من الثمن كنمشيو للسوق كنتفاجئوا كنتفاجئوا والله العظيم، زعما ماشي دورا السوق يشوفوا الناس شنو وقع في السوق، ماشي قال بلاصه فيها الغلا او ربي 10 كيغليو، لا هما بيدهم حنا بيدنا والله العظيم ضروري بالثمن السلعه اللي كاين، كنخدموا باطل والله شاهد. كنشريو السلعه وتخليها قدامك، يجي اخر كيشري منك يقول لك تينا زدت عليا ولا هذه ما كيخممش، راه الحاجه مزيان. اللحم كنا كنشريوها بالثمن طايح، كنا كنبيعوها طايحه شويش، دابا اللحم غاليه، دابا اللحم بقات شي بحال اللي كانت، دابا اللحم زادت وتزادت في قلنا تزادت، زادت تقريبا 15 درهم حتى 20 درهم كيلو تزادت. هادشي غريب النوع ديالو، عمر ما شفنا هادشي هذا، بيع الشراء ما بقاش كاين بحال اللي كان، بيع الشراء طاح بزاف. وما بقاش شي بيع الشراء ما بقى والو، يعني هادشي اللي وقع هو هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولا كنشريو اللحم بقولنا رخيصه ب 70 75 وكنبيعوها بالثمن ديما ما بقى والو ما كاين لا بيع لا شراء ما كاين حتى شي حاجه. الناس كيجيو مساكن كيسقسيو ويشوفو بحالهم الحركه ما بقاتش بحال اللي كانت، كانت الحركه شويه دابا الغلا ما بقاتش الحركه، ما كاين لا حركه ما كاين لا والو. كاين اللي كيدي كيلو ديال اللحم دابا كيدي 6 كيلو، كاين اللي يدي 2 كيلو يدي كيلو، حتى الناس نقصت. كاين الناس اللي كيجي عندك مسكين عنده 10 دراهم يقول لك تيري ديال اللحم 10 دراهم عطيه اللحم بس تعطيه 10 دراهم الله يحسن العون وصبيع 20 درهم ديال الحاسبه تسعتا فيها ما عندك ما تسعتا. تينا كتشوف السوق تينا الصباح هو السوق هاوي ما فيه والو، البشر اللي كاين في السوق السوق قليل، هذا كيجي يسقسي ويمشي بحالو صافي. ماشي غادي خصنا اللحم يجيبوها من على برا وطح اللحم شويه، دابا الدوله خصها تدخل في هذه المشكله هذا، خصها الدوله خصها تدخل باش تجيب لنا اللحم، ما يمكنش اللحم تبقى على الطريقه هذه. قلتي انا الاسعار مساله هذا الشيء هذا معروف وباين، يعني ما بقات حتى شي حاجه كتخبع، كل شيء واضح. يعني خصهم يشوفوا شي حل هذا الشيء هذا، يعني الهضره بزاف ما كتعطي والو، خصنا النتيجه. وانا حسب دابا اللحم وصلت 100 درهم كيلو. اه يا 100 درهم كيلو، كنا كنبيعوها ب 70 درهم 75 وبقات تمشى، يعني وصلت 100 درهم كيلو دابا حاليا. والغلمي الغلمي 120 درهم كيلو تماما. اللي كيجي عندنا كيقول لك ثلاثه وما كتزيدوا، يعني ماشي السلعه اللي كتزاد. دائما عندنا هاد المشكلات، يعني هي السلعه في متعه زايده دابا حاليا. السلعه غاليه بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله العظيم. هاد العام بالخصوص هاد العام هذا الجوده بحال اللي قلنا ديك السيمانه اللي فاتت تزادت الجوده شويش، البقري غلا، الخضره حتى هي غلات، اللحم حتى هي غلات، كل شيء غالي. يعني الدرويش مسكين اللي عنده ما زي خبار، يعني ما مسوقش لا غاليه لا رخيصه، فهمتي كي؟ وسبحان الله الدرويش مسكين هو اللي واكله، كي يعني الصادر ديالو بقى هو فهمتي؟ كان كيشبر 100 درهم خدام 100 درهم، باقي لحد الان كيشبر 100 درهم. يعني عيمشي يشري في مثال الخضر عيجبر كل شيء غالي، فهمتي كيف؟ فواكه كل شيء غالي، يعني اي حاجه اي حاجه غلات، كل شيء الاسعار تزادت في كل شيء، في اي حاجه تزادت، حتى وخصوص اللحم عاوتاني حتى هي تزادت، كل شيء غلا في هذا العلم الله. حنا بيدنا ما عرفناش كيفاش، كانت اللحم كتعمل 70 درهم دابا وصلت 100 درهم، وعاد كتيبه قليله، ما كاينش زعما شي خير موجوده ولا شي حاجه، الناس ما كتجبرش حتى ما تذبح. والحمد لله الله يكون في عون الدرويش المسكين، والله كتجبر ديك الاسر هيدا كرا الضا والماء، يعني عليهم واحد، يعني ما كيلحقوا حتى شي حاجه بحال اللي قالت ديك المره السيده، قالت انا كان عايشين غير بالخضره هيدا وهذه ما كيلحقوا لا لحم ولا جداد ولا. ونطلب الله عز وجل هذه الحكومه اللي طلعت تعمل مع هذا الشعب مسكين شي حل، تعمل معاه شي حال، تناقشوا تعاونوا، فهمتي كيف؟ تشوف بعين الرحمه بحال اللي كيقولوا، حنا جيل واحد، هما والشعب عندهم يعني جيل واحد، اللهم يعيشوا بسلام.